فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: بعض المكتبات في بلادنا هناك يطبعون كتبا لفضيلتكم مترجمة باللغة الفرنسية، وقد وجدت فيها أخطاء كثيرة لأنها لم تراجع، فهل فضيلتكم أذن لهم بذلك؟ وما نصيحتكم لنا ولهم في هذا الأمر؟ أنا ما أذنت لهم يترجمونها ترجمة غير صحيحة، أنا آذن لمن يترجمها ترجمة صحيحة، وهذا في ذمتهم، هذا في ذمتهم، هم المسؤولون عنها، أنا ما أدري. ولكن أنت جزاك الله خير بنبههم على ما ترى. نعم.